قبل توب شيف شخصيتي هي ذاتها وبتوب شيف شخصيتي هي ذاتها وبعد توب شيف رح تضل شخصيتي هي ذاتها يمكن تتحسن. اشتقت لأمي والعائلة؟ اشتقت لكتير ناس اخي، العائلة، أمي، أصحابي، الناس اللي ربيت معهم، المحل يلي عايش فيه، كتير قصص، كتير كتير قصص، كتير محلات، كتير ناس اشتقتهم. أصعب شيء بتوب شيف إنه اشتغل بالجروبات بتوب شيف، بتوب شيف بس. أصعب التحديات اللي واجهتهم بحياتي كانت بشغلي، إنه كون إنه أقدر أشتغل على بلاتفورم بنص البحر لفترة كتير طويلة. أحلى ذكرى لإلي بتوب شيف إنه عرفتني على شخص أكيد إنه حيضل صديقي يمكن لكل عمري. أحلى ذكرى لإلي بكل طفولتي، صعب السؤال. أحلى ذكرى لإلي بطفولتي وقت كنا نكون قاعدين مع العائلة كلها مجموعة من المرات القليلة يعني من أنا صغير.